انت طرحت موضوع كلش خطيره ومهمه، اللي هي زياده انتاج النفط مال العراق، زياده انتاج النفط. انا راح اطرح الاسبوع القادم، خلي تكون جمعتنا القادمه وكل الجمعه الاخرى، رسالتنا الى رئيس الوزراء القادم. ما هي، انت جاي تتكلم عن زياده الانتاج، ترى امريكا دمرتنا خسائرنا في جولات التراخيص من غايه 2012 الى الان. اسمعوا هاي الجمله مني وراح اثبتها بالدليل، 1 تريليون و300 مليار دولار اوف خسائرنا، مو السرقات، خسائرنا بجولات التراخيص اللي افشلتها امريكا. اسمعني اخوي ان شاء الله الاسبوع الجاي وراح انطيك اياها يعني بالدليل. يعني 1300 مليار دولار. اي والله العظيم 1300 مليار دولار راح اشرح لكم اياها، خليها جمعه الرساله الى السيد محمد الشاع السوداني، وايضا هي جمعه الفرج، يعني راح اقول لكم هذا وطنكم وهذا انتاجه وهذه امكانياته، فلذلك حتى نكون على قدر المسؤوليه في انقاذ العراق.